طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين قناة المكلة المحلية، ونشرة إخبارية جديدة نستهلها لكم بأبرز العناوين. التحالف العربي يدعم أمن المنشآت لتوفير الحماية ل 42 منشأة في محافظتي عدن ولحج. رئيس محكمة استئناف حضرموت يؤكد أن الأعمال القضائية مستمرة في الشعب الجزائية والشخصية. وصول سفينة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية وخدمية لدعم قطاعي الصحة والتعليم في حضرموت. أهلا بكم. تسبب حادث مروري على طريق العبر في وادي وصحراء حضرموت في وفاة 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وأفادت مصادر أن سيارة نوع هيلوكس تعرضت لحادث مروري قادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي. ولفتت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المركز الصحي بالمديرية وإجراء كافة الإسعافات الضرورية اللازمة، فيما تم نقل المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى العام بمحافظة مأرب. كشفت مصادر حكومية عن أسباب تأجل عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن التي كانت مقررة 12 نوفمبر بموجب اتفاق الرياض لأسباب لوجستية. وقالت مصادر أن أسباب لوجستية تتعلق بترتيب قوات التحالف لقصر المعاشيق والمرافق الحكومية تسببت في تأجيل عودة رئيس الحكومة في الموعد المحدد. هذا ونصت المادة الأولى من اتفاق الرياض عن مباشرة رئيس الوزراء العمل في عدن في مدة أقصاها 7 أيام من توقيع الاتفاق. قدم التحالف العربي دعم لأمن المنشآت لحماية 42 منشأة في محافظتي عدن ولحج للحفاظ على سلامة موارد الدولة واستمرار عمل أجهزتها. وأكدت مصادر عسكرية أن حماية المنشآت تنوعت بين مباني حكومية ومنشآت نفطية وأخرى للطاقة، مشيرا إلى أنه تم تأمين مباني نيابة الأموال العامة ومكتب النائب العام ووزارة الصناعة والتجارة، وكما سيتم تأمين مبنى رئاسة الوزراء والموانئ. وأكد قائد لواء المنشآت العميد أحمد عفيف أن هذا الانتشار يأتي بعد توقيع اتفاق الرياض وبالتنسيق مع قيادة التحالف وأمن عدن لتأمين المؤسسات الحكومية. أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عضو الوفد التفاوضي المهندس عدنان الكاف أنه لا عوائق تحول أمام عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة عدن لمباشرة مهامه المتفق عليها في بنود اتفاق الرياض. واستوعب الكاف أن تكون لدى أي من الطرفين نوايا لعرقلة تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن هناك بنود ستتحقق بعد 2 أسبوع بانسحاب القوات من أبين وشبوة، وهذا سيظهر نية بعض الأطراف لعرقلة هذه الاتفاقية أو ستسير الاتفاقية بالاتجاه المتفق عليه في بنودها. كما ثمن جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في التوصل لاتفاق الرياض. نظمت الدائرة السياسية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أمس في العاصمة عدن حلقة نقاشية حول اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية. وشارك في الورشة عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ورؤساء القيادات المحلية. وفي الورشة أوضح رئيس الدائرة السياسية بالأمانة العامة الدكتور خالد بامدهف أن وثيقة الرياض تناولت عدداً من المفاهيم والمحاور الهامة أبرزها مفهوم أزمة الوحدة بين الدولتين. وأكد أن الاتفاق يعتبر محطة تاريخية هامة تتطلب مسؤولية وطنية للجميع تجاهها. وتداول المشاركون في الحلقة النقاشية عدداً من المحاور التي تضمنتها وثيقة الرياض، منها الترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها. أكد رئيس محكمة الاستئناف بحضرموت القاضي هاشم الجفري أن الأعمال القضائية مستمرة في الشعبة الجزائية والشخصية، موضحا في تصريح خاص لقناة المكلة أن الشعبة الجزائية أنجزت معظم القضايا، فيما أن لم تبقى 6 قضايا قيد المتابعة في الشعبة الشخصية. وقال القاضي الجفري أن الشعبة المدنية متعثر العمل بها لأسباب خارجة عن الإرادة، مشيرا إلى تحرير مذكرة إلى هيئة التفتيش القضائي دون رد منهم. وناشد رئيس المحكمة بإعادة النظر في تفعيل الشعبة المدنية والموافقة على تشكيل لجنة جديدة وإنشاء شعبة مدنية ثانية، كون أن عدد القضايا المعلقة بلغت أكثر من 600 قضية.
نظمت إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت اللقاء التشاوري الثالث الذي ضم السلطة المحلية ورؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بمدينة المكلا لمناقشة سبل تحسين النظافة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. في الوقت الذي تشهد فيه النظافة بمدينة المكلا وضعا ليس بالجيد، نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت لقاء تشاوريا برؤساء الأحياء في المكلا لمناقشة سبل تحسين النظافة وإشراك اللجان المجتمعية في مساعدة الصندوق لتنفيذ عدد من الخطط الهادفة لجعل المكلا مدينة نظيفة. اللقاء كان جيد، كان صريح وكان شفاف وتعرض لكثير من القضايا. أهم القضايا أنه هناك بيتم تنسيق في تحديد أماكن في المستقبل لوضع البراميل النظافة. هناك كمية من البراميل سوف تأتي إن شاء الله وهذا كويس، وأيضا كمية مجموعة من الكباسات سوف تأتي إن شاء الله وهذا شيء جيد. اللقاء ناقش عددا من المقترحات التي تقدم بها صندوق النظافة والتحسين، الأمر الذي سيشهد تغيرا واضحا وملموسا في وضع النظافة بأحياء المكلا كافة خلال الفترة القادمة حسب قول القائمين على الصندوق، حيث أكد المجتمعون على ضرورة التوعية للمواطنين وقيام الجهات ذات العلاقة بواجباتها تجاه النظافة. فأكبر إشكالية نحن نعاني منها هي المخلفات المنزلية. في عندنا مجموعة خطط وضعناها بحيث أنه نقدر نسيطر على الوضع هذا، نخفف، ناخذ القمامة في وقتها الصحيح في أماكنها الصحيحة. نحن مدينة المكلا تنتج في اليوم الواحد أو مخرجاتها ما يقارب من 360 إلى 400 طن يوميا، هذا اللي تستقبله مكبات القمامة اللي عندنا في مدينة المكلا اللي هي ثلاثة مكبات بويش الغليلة وفوة. توفير صناديق خاصة بالنظافة سيتم توزيعها في أحياء المكلا مطلع الأسبوع القادم، إلى جانب تفعيل خاصية الجمع المباشر عبر التكاتك الصغيرة كتجربة أولية ستبدأ من حي السلام، إضافة للبرامج التوعوية للمواطنين ودورات متخصصة لعمال النظافة. هي توصيات خرج بها اللقاء الموسع، ونبقى على أمل تنفيذها على أرض الواقع. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. ناقش لقاء عقد بمدينة المكلا بين هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية فرع حضرموت ومكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت دور الهيئة في القطاع السمكي. وخلال اللقاء استعرض مدير الهيئة المهندس صبري لجرب دور الهيئة في القطاع السمكي وما تقدمه من نشاط في مجال الدراسات والإرشاد والبحوث السمكية لتصحيح المسار لعملية الاصطياد والاستغلال الأمثل للموارد السمكية بالمحافظة. من جانبه أبدى مدير التخطيط المهندس عمر الأشولي استعداده بضرورة تقديم المساعدة وربط الهيئة بالمنظمات الدولية المهتمة بالمجال السمكي. شهدت مدينة المكلا أمس وصول سفينة شحن إماراتية لدعم قطاعي الصحة والتعليم في حضرموت في إطار جهود دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية لدعم المناطق المحررة. المزيد في التقرير التالي. تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثي والإنساني عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت للوقوف إلى جانب الأهالي للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، حيث استقبل ميناء المكلا سفينة مساعدات إماراتية لدعم الصحة والتعليم. ويعد وصول سفينة الشحن الإماراتية إلى ميناء المكلا وعلى متنها مواد غذائية وأدوات ومعدات وأجهزة إلكترونية لدعم قطاع الصحة والسكان والتربية والتعليم في حضرموت امتدادا للجسر البحري الإغاثي الذي تسيره دولة الإمارات العربية المتحدة للمناطق المحررة. استقبل ميناء المكلا اليوم باخرة تحمل على متنها مواد غذائية وأجهزة حاسوب مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمحافظة حضرموت، وقد استقبلت الميناء نفسه قبل فترة قصيرة باخرة أيضا تحمل على متنها نفس المواد
ودعم للقطاع التعليمي والقطاع الصحي بمحافظة حضرموت. ورصد دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية تزامنا مع عام التسامح، دعما للمناطق المحررة عبر القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة جراء الحرب التي شهدتها البلاد. وزعت في مدينة الجول بمديرية حجر إغاثة غذائية على أهالي المدينة، ويستفيد من هذه الإغاثة الإنسانية التي تأتي برعاية وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش نحو 1000 أسرة من الأسر الفقيرة والمعوزة من ساكني مركز مدينة الجول والمناطق التابعة له. وتتكون الإغاثة التي وزعت على الأهالي من الأرز الصيني وفرته اللجنة العليا للإغاثة. والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته الصحف المحلية والعربية. أعزائي المشاهدين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. التحالف العربي يدعم أمن المنشآت لتوفير الحماية ل 42 منشأة في محافظتي عدن ولحج. رئيس محكمة استئناف حضرموت يؤكد أن الأعمال القضائية مستمرة في الشعبة الجزائية والشخصية. وصول سفينة إماراتية تحمل مساعدات إنسانية وخدمية لدعم قطاعي الصحة والتعليم بحضرموت. فقد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.